كارمن بونجور. بونجور، كيفك اليوم؟ منيحة، نشكر الله. نشكر على انستغرام، كثير حلوين الفيديوز باي ذا واي، وهيك يعني جوست لازم خليني اقول، وكثير حلوين هدول التيبس. بتعرفي انا شخصيا موضوع الاتيكات كثير بيعني لي. ليه بيعني لي؟ مش انه واحد هيك بحب يتفزلك، اوقات الناس بيشوفوها انه اف ليك الناس وين وانتو وين، او بهيدي الازمه عم بتفكروا. بتعرفي لو واحد امكانياته صفر، هيدا لا يمنع انه يكون هيك يجيد اصول التعاطي، كيف بنحكي، كيف بناكل، كيف بنلقط الاشياء. انا شخصيا اوقات فيني يكون بمحل هيك وحركه صغيره فيها تخليني بطل اكل بعشاء، تخليني افقد اي قدره على التواصل مع اشخاص اللي بوجه. كثير مهمين هدول التيبس وكثير حلوين، كيف نلقط التمر، كيف ناكل التمر، كيف وين بنحط الشوكه، كيف بناكل، عن جد كثير حلوين. بكل الاحوال اليوم ما عم نحكي عن شيء هيك محدد على القد، بدنا نحكي هيك عن قواعد، خلينا نقول عموميات تيبس بعالم الاتيكيت. شو بدك تخبرينا؟ ريف، بدي عقب على اللي حضرتك عم بتقولي. الاتيكيت منه حركات، منه تفلسف، منه تصنع، منه بالعكس، هيدول قصص نحن بحياتنا اليومية صدقيني بتعمل فرق كتير كبير، إن كان بالأكل، إن كان بالشرب، إن كان بتعاملنا مع العالم. يعني ما بدنا نفكر إنه اتيكات هني للشخصيات وللأصول، لا، هيدي الفكرة، لا، صار الاتيكات بمتناول الجميع، هو لغة ممكن كل واحد يقدر يحكيها بحياته اليومية، وصدقيني بتعمل فرق كتير كبير. يعني مثلا بدي أخبر هالخبرية، أنا مبارح رحت على مول على الأبسي، فتت قلت له للشاب اللي بياخد الحرارة مرحبا ويعطيك العافية. ما عندك فكرة ريف، قال لي شكرا مدام طول عمرك. طلعت هيك فيه تبسمت انه يعني ليه اللي قبلي اخذ لهم حراره ما قال لهم هيك، انا ما انتبهت. قال لي مدام انا صار لي واقف من عبكره، هي اول حدا بيقول لي مرحبا ويعطيك العافيه. كارمن، صوري هالكلمتين، تفضلي. انا هون بدي بس هيك مثل بقول عقب على اللي انت عم تقوليه. شغله كثير اساسيه بهيدي المرحله، بهذا الظرف اللي نحن عم نعيشه، بتحسي اوقات فقدنا كثير من اصول التعاطي على الشيء اللي عم بتقولي انت عليه تعقيبا، منا ومن الناس المقابلين. اذا اللي عم يطلب سيرفيس اللي هو نحن، اوقات صرنا شوي هيك تف، انه انا اذا لاني عم بدفع زياده صرت بدي اتلقمن. ونفس الشيء الشخص اللي عم بيقدم لي السيرفيس، الناس شوي نسيت حالها. يعني اليوم انا برجع بهيك بقول بس هذا الشيء منه ببلاش، يعني انا ما اشتريته فور نو ماني. بتحس الناس هذا الموجود خلصوا عنا، هلأ منبعتها لما تخلص، كأنه ضايعين، كأنه نسينا حالنا، أنه مبطلنا كتير عم نعرف نحكي مع بعض، صح؟ بالفعل في شيء غلط صاير، ما بعرف إذا بالتربية ومستفز الحق على الأزمة الاقتصادية، الحق بلكن ما بعرف يعني. وهلأ بأيام الصيام، كان عند المسيحية أو عند الإسلام، بتحس الشخص اللي عم بيصوم، للأسف مش كلهم أكيد، نعم، بس في ناس بتبقى مش طايقة، ما حلو هالاتيتيود اللي نحنا مش طايقين، نحنا عم ندفش ببعضنا، هيدي ما حلوة أبدا بحياتنا اليومية. يعني الأدبيات والأخلاقيات والكلمة الحلوة والمجاملة، حسن التصرف، والله ما بيكلفوا شيء، بالعكس هيدول بيعطوا بلس لأننا نحن بيبسطونا وبيبسطوا هالآخر اللي بيسمع هالكلمة. يعني مثل ما حضرتك عم بتقولي، احترام الآخرين، احترام المواعيد، يعني لشغلة كتير بسيطة، كتير أوقات نسمح لحنا نوصل على موعد عمل مأخرين نص ساعة ساعة، إنه العالم مجبورة، منا مجبورة تنطر، بالعكس أنا تأخرت مفروض تلفين اعتذر، ما تأخذوني علاقت بعجقة فخت الدولاب. هلأ أوقات بتطلع كذبة بيضة، أوقات لا، بس إنه كتير بس خرجة نحنا لازم نحنا إنه تم وصلنا عطينا الشخص موعد الساعة 10، واصلين لعنده 10:30 11، نعم، ما بيصير هالكلام. احترام المواعيد شغلة كتير مهمة بحياتنا اليومية. هلأ أنا على 10 ممكن في عندك لو كاردور دو بوليتيس، ممكن أوصل مأخرة ربع ساعة لنص ساعة، لا حتى أعطي مجال لصاحبة الدعوة تشتغل وتحضر حالها أكتر. بس على إفطار ما في أوصل أنا بعد الأذان،
أكيد لا، مفروض أوصل قبل لسلم على العالم، على المعازيم، على أصحاب الدعوة. في مطارح في مجال للتأخير، بس في مطارح تاني بالعكس لازم نحترم المواعيد تبعنا. وإذا تأخرنا مش ابعت واتساب بلكن الآخر ما فتح، مفروض اتصل فيه تليفون مزبوط قل له أنا مأخرة لإجي واصلة على الطريق. نبعد هو وست البيت عم تحضر العشاء وما قادرة تفتح سلولار 100%. أكيد ما رح تفتح السلولار أكيد. يعني لهيك كتير مهم أنه نحنا بكتير أوقات نتصل ونتلفين. الشغلة تانية احترام المسافات. يعني نحنا اجتنا الكورونا وقالوا لنا في سوشيال ديستانسينج، بس قبل السوشيال ديستانسينج في البيرسونال سبيس لازم نحترمه عند الاشخاص. يعني بتروحي على السوبر ماركت بتلاقي الشخص اللي واقف وراك صار ورا عكتافك. صحيح يا مسيو معليه، ما في اول شيء تباعد، وحتى قبل التباعد في مسافات لازم نحترمها. ما بيصير هيدا الشيء، هيدي بتبين عن انه ايه وشو فيها، ايه ليه عم لا مش فيها كتير، حضرتك كتير قربت علي، في بيرسونال سبيس لازم نحترمها. الشغلة الثالثة السلام. يعني ما بعرف أنا ريف وهيدا اللي بستغربه، نحنا من زمان كنا بالإتيكات إنه الستات بتعرفي ما بتوقف بتضل قاعدة، بيجي الشاب بتسلم عليه هي وقاعدة. كان في أسباب لهالشغلة هيدي، كان في فساتين كتير كبيرة، كان في كرسي ما تقدر تتحرك بالقصور هلأ أنا شو اللي بيمنعني إني أوقف جليلا وتقديرا لحيالله حدا جاي يسلم علي؟ لا فيها انتقاص لا من أنوثتي ولا من شخصيتي ولا من مكانتي، بالعكس هيدي الوقفة هي جليلا وتقديرا واحتراما للشاب اللي عم بيسلم علي، للصبي اللي عمره أصغر من عمري، للولد اللي عم بيسلم علي. مش غلط إنه نوقف ونسلم على الأشخاص، مش غلط أبدا. هلأ الستات الكبار بالعمر اللي عندهم استحالة بإنه يوقفوا، ستات كبار بالعمر طبعا معذورين، بس الصبية اللي مثلي أنا اللي مثلي أنا مثلا لا معي مجال إني أوقف وسلم على العالم. وصدقيني بتعمل فرق كبير. أنا لما ما أوقف بحس حالي في شيء غلط عملته. صحيح. طب ما هالشخص اللي قبيلي انبسط ولا لا قريب؟ هي الفكرة. بس فعلا وقتها تكون قاعدة على طاولة ويقرب شخص، في ناس عندهم طريقة بيبرموا هيك بيقولوا أهلا. كتير في أنا بشوف فيها قلة احترام صراحة كارمن، يعني أنه ما بيصير شيء مثل ما قلتي بعد ما كبرنا وما عجزنا وما روحنا أجرينا وبطلنا فينا نوقف ونقعد. يعني لا فينا معلين نقوم عن الكرسي شوي ونقول له أهلا وسهلا شرفنا، حتى لو هذا عم ناكل أو هيك. أنا هيك بشوف أوقات بحس فيها لياقة، في احترام أكتر. وحتى كمان أوقات وقتها تكوني بمحل هيك كمان بدي أحكي عنها، هي فعل وفعل متبادل. يعني حتى كل الناس بتكون اليوم بالسوبر ماركت أو بالمطعم بيجي بتحسي بتنكبلك الشغلة، يعني هيك في طريقة أنه لا هذه بتنحط شوي شوي، مش من فوق راسك بحط الصحن، مش من حد إيدك بقطع هيدن. بتحسي أوقات في أنه هيدي يلا 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 بدنا هيك نروح نتعامل بفي ناس خلي يقول أكتر مع الأشياء. لا ما أكيد أكيد معك حق. وبخصوص الوقفة للسلام بالمطعم حبيت كيف ذكرت ريف، كتير حلو. هلا أنا إذا قاعدين بمطعم أوقات في استحالة إني أوقف مثل ما قلت، في طاولة في طاولة، بس هالأبي هاي تعطي فرق صدقيني كتير كبير. وأنا بدي لما أجي أضطر أجي أسلم على ناس قاعدين على طاولة وضلهم قاعدين، يعني فيها بتحسي حالك فيها هيك ديكالاج مش ضابط. لا مزبوط، يعني فيها مثل إهانة. صحيح. إهانة مبطنة إنه ولو ما تقم أكيد ما رح فيها توقف، بس تعمل هيك تقب شوي عن الكرسي. هل قد صغيرة ما بت يعني لإلها منه شيء، ولإلي بتعمل فرق كتير كتير. صحيح. معك حق. وبالسوبر ماركت كمان مثل ما حضرتك عم بتقولي زدت الغرض هيك للأشخاص اللي مثلا عم بيشتغلوا عم بيزنونا الخضرة ليسعروها. طيب معلي يعطيك العافية يسلموا شكرا. هيدولي قصص من غير تفكير مفروض نحن نقولهم، وصدقوني بيعملوا فرق كتير كبير.
الوقفة على السوبر ماركت نحن وقاعدين عم نحكي على التليفون على الكاس، لم نقول لها مرحبا، لم نقول لها أهلين، لم نقول لها سهلين، إن كانت هي على الكاس أو ما بعرف بي حيلا مطرح تاني. هلا بس أنا كمان هون كارمن بدي أقول مش بس دفاعا عن المواطن اللي عم يشتري، كمان اللي عم ببيع يعني هذا بالآخر سيرفيس. ايه كمان يشود يسمايلي ومش معصبة، ومش إذا أجوا أربع كاس وقفوا قدامك بتعصبة. وفي شغلة تانية عنا إياها نحن كلبنانيين كتير بشعة، بكون أنا بالسوبر ماركت معي 8 أغراض، مش عم قول 2 شاريو، 8 أغراض، بيجي فجأة 6 أشخاص حاملين ربطة خبز مثلا، مدام في نقطع قدامك تقولي لأول واحد ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، على ما تكوني مسافرة برا، مش قصدي أنا أقول إنه برا غير وكذا، في يكون لمعتر حامل قنينة يعني سودا درينك ماي وبيضلوا ناطر تيجي دوره. يعني أنا نحن عجولين اللبنانية، أنا بموت من العطش وقت أفوت في يكون في 10 أشخاص إذا كنت مسافرة ومجبورة أنطر طبعا بالدور، ايه. بترك الماي وبفوت حالي من العطش ولا بنطر بالصف. بالمقابل نحن ما عنا هيك بلبنان، يعني هي خدمة متبادلة. ايه. صحيح هالثقافة، ثقافة الوقفة بالصف ما عنا إياها للأسف، بالعكس بيصيروا يقولوا نحن شطارة إذا أودمنا وإذا مرقنا قدام محترمنا الوقفة بالصف، للأسف علما أنه هيدي قلة احترام وما اسمها شطارة. واللبناني عن جد شاطر يقف بالصف برا مثل ما عم بتقولي، وللأسف هون هيك بيضلوا مستعجل وبدوا يقطع. كارمن عطيني هيك بعد تب واحدة هيك أخيرة. أي. تكون هيك كتير أساسية وحساسية، أنت نحن هيك صارت كتير نافرة عنا وما عم ننتبه له. رفع الكلفة، رفع الكلفة مع ناس بعدنا معرفين عليهم جديد، ما بيصير نرفع الكلفة مع الأشخاص اللي نحن بعدنا معرفين عليهم. وفي مطارح ما بيجوز أبدا، يعني اللي عم بيعمل لي البراشين ما فيه يقول لي حبيبتي وكارمن، ما فيه. أنا مدام كارمن أو مدام كارمن حجار. لازم تصير تيجي تقعد حد بالاستوديو يلا هيك يل. أنا هول الأشياء مثلا بتفوتي محل بقول لك حبيبتي، مش إنه هي مش إنه إهانة، بس أنا ماني حبيبتك، أنا مدام، أنا زبونة، أنا شخص. ايه مدام ليه حبيبتي؟ ايه مدام بالفعل بالفعل رفع الكلفة. حتى بالمحلات التيب بتفوتي يا قلبي هيدي مش لبقت لك، يا عمري هيدي حبيبتي، وأنا بعدني أول فوتي فيتي على المحل، ما بيصير هيك. رفع الكلفة حتى أنه ما تعيق الماء إذا أنا عرفتك على حالي وبعدنا معرفين على بعضنا جديد. قلت لك أنا كارمن حجار، بدك تقولي لي هاي مدام حجار، قلت لي ريف عقيل، قلت لك هاي مدام عقيل. حلو أنه مدام خاصة إذا كنا بكونتكست رسمي ومعرفين على بعضنا جديد. رفع الكلفة وخاصة بمجال العمل شغلة كتير غلط، إلا إذا طلب، إذا الـ VIP person، مش VIP يعني VIP، الشغل الشخص الأعلى مرتبة هو قال لي بليز ما تقلي لي مسيو، قلي لي سميني باسمي، ساعتها أنا هوني برفع الكلفة. ما نعم. فينا نرفع الكلفة بين الأشخاص إذا ما هني طلبوا منا أنه نرفع الكلفة. هيدي شغلة كتير لازم نشدد عليها. وقصة مثل ما عم بتقولي حبيبتي بالدكان اللي عم بيزننا الخضرة، اللي عم بيزبط لنا شعراتنا، اللي الفاندوز اللي عم بتعطينا مقاسات لتيابنا، ما فيها هي تجي تقلي حبيبتي وعمري وقلبي بعدني هلأ معرفة عليها وهلأ فيتي على اللي عندها لأشتري غرض. هيدولي شغلة لازم نشدد كتير على أصحاب الأعمال إنه هن لازم يعملوا لهم حلقات تدريبية لموظفينهم ليعرفوا شو كيف يحكوا كيف يتعاطوا مع الزبائن، إن كان حتى بالمطاعم مثل ما حضرتك عم بتقولي كتير أوقات الجارسون بعرف إنه بيبقى متضايق كل النهار وتعبين، بس هالشي ما بيبرر إنه من فوق راسنا يحط الصحن أو يقطش لنا حديثنا. نحن بنبقى قاعدين بقطش لنا الحديث لحتى هو يسأل ويقول لك انه المطبخ سكر، طب انتظرني لخلص او عجوله. ايه. مستعجل بكل الاحوال. ايه. كارمن هو يعني هذا موضوع قصة المطعم والطريقة التعاطي والسيرفيس مثل بقوله حلقة يحكى عنا لحالة، لانه خصوصا نحن هلأ باخر فترة كيف بنجي عم نحط درينك بنحطه مثلا من فوق الجزدين من فوق راس الشخص، بتوقع نقطة بنمسح له اياه بالكلينكس وانه عادي ما صار شيء. انا شخصيا هذا الجزدين كتير بيعني لي مثلا وبدي كتير انتبه له، هي كلها الطريقة بدها كتير احاديث. على كل حال بنحكي عنهم بحلقة خاصة. ريف.
نعم ريف الجزدين مش على الطاولة يا ريف. نعم لا على جنب بس بنكون حاطين من فوقه. anyway كارمن بنحكي عنه بمرة تانية وبالعكس أنا نحن دايما بنتعلم منك details بالعكس وكتير حلو معك حق لأن أوقات في ناس بيجيبوا معهم التروس وعلبة السيجار والقداحة والتليفون والجزدين وكلهم بنحطهم حد الصحن أو بالصحن وبدنا نقعد نتعشى ونتحدث على الطاولة هو التفاصيل كتير مهمة ينحكى عنها. كارمن أكيد بنحكي عنه بأسبوع الجاي بحلقة جديدة. شكرا كتير لك. بدي هيك قبل ما نطلع بريك بدي أقول شغلي عن هذا المواضيع. أنا برأيي كل هذه التصرفات كانت عم بتقول كارمن قبل شوي عم تحكي عن رفع الكلفة بالنسبة لي هذا كله بيرتبط بشيء هيك أنا شخصيا كتير بيعني لي اسمه الحياة. الحياة قديش نحن عنا حياة نتعامل ونحترم الأشخاص الأكبر منا الأكبر منا بالموقع المحترمين ما ناخدها دايما أنه يا صاحبي شو يا مان على لبنان. خليني أقول بكل الأحوال هذا بيرجع هيك بيبني ل بخلي الواحد هيك بكريتير أو بليمتس كتير محترمين بالحياة الناس بتشوفه صح وهو بيشوفهم أكتر برياحة.